معالم القوة والتشويق والإثارة. وهنا دخول فريق رجاء وكذلك فريق الدفاع الحسني الجديدي وتيفو متميز يطلقه الجمهور. نتمنى نشاهدوا تيفو ديال رجاء الآن. شكرا للزملاء في الإخراج. بطبيعة الحال تيفو فضل الجمهور ديال الرجاء يقوم به مع بداية هذه المقابلة احتفاء بما يمكن أن نسميه البداية الجديدة للرجاء، على اعتبار أن فريق رجاء البيضاوي غير المدرب السيد هنري ميشيل المدرب الفرنسي، لم يكن موفق في بدايته مع رجاء وتم الانفصال بالتراضي بين هنري ميشيل وفريق رجاء البيضاوي بطريقة جيدة بأسلوب تفاهم وبأسلوب الحوار، وهذا معروف بالنسبة للمدرب هنري ميشيل وكذلك بالنسبة لاحترافية فريق رجاء البيضاوي في التعامل مع مثل هذه المواقف. إذن كما قلت تيفو لجمهور رجاء صورة متميزة بالنسبة لجماهير الرجاء على الرغم من قلتها، أجواء متميزة. نتمنى نبقاو مع الجمهور لكي يصنع الفرجة مرة أخرى. تلاحظوا بأن صورة متميزة بالنسبة لجمهور الرجاء البيضاوي. بطبيعة الحال مقابلة يوم السبت في التوقيت ما كاينش جمهور اللي كان منتظر أنه يحضر لمثل هذه المقابلات الدفاع الحسني الجديدي وفريق رجاء البيضاوي نظرا لتوقيت المقابلة ونظرا كذلك لأن غالبية جمهور رجاء البيضاوي كما كيأكد يعني جميع الفعاليات الرجاء لأن غالبه تنتمي لمناطق بعيدة شيئا ما بالنسبة لمدينة الدار البيضاء بسيدي عثمان بدار السلطان بالبرنوسي وجماهير بالمدينة القديمة. هناك كذلك جماهير في مختلف الأنحاء الدار البيضاء وبالتالي المقابلات اللي تتكون بالليل ومقابلة يوم الأحد اللي كتجلب جماهير أكبر بالنسبة لفريق رجاء البيضاوي. على أي نتمنى نشاهدوا مقابلة في المستوى، غادي نشاهدوا تشكيلة. إذا نبداو فريق رجاء البيضاوي في حراسة المرمى ياسين الحد بقية اللاعبين رشيد سليماني مراد عيني ونسب الخضر محمد الحاج عصمان وحقي سعيد فتاح ياسين صالحي عبد الصمد وراد بوشعيب المباركي وعمر النجدي في الاحتياط. هناك يونس عتبة إسماعيل بن معلم زكريا إسماعيلي كوكو كيهي مامادو بايلا هشام أبو شروان وبلال الدمقير المدرب السيد محمد فاخر في أول مقابلة له بيقود فيها فريق رجاء البيضاوي هذا الموسم بعدما ترك تونس وحضر هنا لفريق رجاء البيضاوي. بطبيعة الحال هذا ليس غالي فاخر هو ابن أرجاء.